رح نتابع هلا مع صحة وبصحة. بنكون مع دكتور بيار جميل. دكتور جميل أخصائي جراحة عظم ومفاصل وعمود فقري وأمين عام الجمعية اللبنانية لجراحي العظم بلبنان. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. حضرتك أستاذ محاضر كمان بأكثر من جامعة، ويعني موضوع مفاصل العظم وخاصة اليوم رح نحكي عن الركب، موضوع مهم. والحلو فيه مثل ما عم تخبرني دكتور أنه في تطور كتير بتقنيات العلاج، وهذا دائما يعني أمر بيفرحكم على كل حال. أكيد، بيعطينا أمل. نحن كجراحين بنفضل نعمل عمليات، وهيدي التندنس على كل جراح. أنا بفكر أنه لا، مفروض نعمل وقاية، نوقف ما نوصل للبروتيز، نغير مفصل اصطناعي للشخص. إذا بنقدر الشخص اللي عنده تكلس بركبته، يعني خشونة أو هل بيروح المادة اللزجة بالمفصل عم تنتزع، مفروض نوصل لوقت نقدر نعالجه للشخص بطريقة بعلاجات ما نوصل لهالنتيجة. شو هو فأزن التكلس؟ هو هل المادة في أسباب؟ في سببين للتكلس، يا مرض التكلس اللي بنسميه أوستيوأرترايتس ديزيز أو لمالادي أرتروزيك، يعني مرض التكلس، هذا شيء جيني موجود. يعني المرأة بتكون إما وستة ركيبهم منزوعين، بده يطلع لو شو ما عملت بده ينتزع ركيبها، إلا إذا عرفت تعمل وقاية حتى ما توصل لهالشيء تنزع ركيبها. هذا شيء مرض وراثي موجود مش بس بالركيب، بالورك، بالكاحل، بالكتف، بالعمود الفقري. هلا التكلس الناتج عن صدمات او زياده رياضه، شاب بيعمل رياضه بشكل كتير قوي. هلا كل المحترفين تبع الفوتبول عم نشوفهم، ميسي وغيرهم، كلهم عندهم مشاكل بركيبهم، بيصلوا وقت بيصير عنده تكلس بركيب من اوفر يوز، من كثره استعمال الركيب، خاصه بطريقه الشوت اللي عم بيعملوها، وخاصه اذا كانت زياده في اربطه منزوعه، يعني بنسميه رباط الصليبي بالركبه عند الرياضي، اذا كان مقطوع رايح بصير في عندنا خلل بثبات هالركبة، وهذا الخلل بينزع الغضروف. بعد ما ينتزع الغضروف بينتزع المادة اللزجة اللي هي الكارتيلاج الركبة، وقتا تنتزع هالمادة اللزجة نصال لشي تكلس. مشان هيك عم نشوف شباب بأعمار 25 26 30 35 سنة عندهم مشاكل تكلس بركيب. تنتزع يعني شو بتتفكك بتتفتفت؟ بيروح المادة اللزجة. فعندنا بالتكلس أربع درجات. الجريد زيرو ماشي نورمال، جريد 1 ببلش، أول ما ببلش ينتزع ومنشوف هيدي على الصورة العادية تبع الركبة، صورة عادية يعني إكس راي العادي، منشوف إنه عم ببلش يقرب على بعضه المفصل، عم بيدوب شوي المادة اللزجة. جريد 2 أكتر، جريد 3 أكتر وأكتر، جريد 4 هي وقتها بيختفي الكارتيلاج، بيصير حف العظم على بعضه، بنقول للشخص صرت جريد 4 ولازم نعمل لك تغيير مفصل، نحط لك مفصل اصطناعي اللي هي البروتيز دو جينو. فقبل ما وصل لهالدرجة مفروض بالجريد 1 2 3 نعالج بالعلاجات اللي عندنا، هي هلا عدة علاجات، عدة أنواع حقن بنعملهم بالركبة، حبوب بنعطيهم بالتم، هلا علاجات جديدة حتى نقدر نحافظ على هالكارتيلاج. شو رح تعمل هالعلاجات إذا كان بلش هالكارتيلاج أو الصمخ ينتزع؟ شو رح تعمل له، الحقن أو حتى الأدوية؟ إذا عند الرياضي وبحاجة لركيبه، يعني فوتبولر بروفيسيونيل، في شخص بالمنتخب بالفوتبولر صغير بالعمر أكثر ما نتصور، يعني بعمره 25 سنة أو 24 سنة، نعمل له حقنة بركبته تقدر يكفي اللعب ويضل محافظ على المستوى. بس بنعرف انه بده اذا كف على مدى طويل بده ينتزع المفصل، وهيدي حقن بنعملها كل سنه او حسب درجات التكلس، ما اقول كل 8 اشهر او كل 6 اشهر او كل سنتين حسب اذا منزوع المفصل او لا. هلا سالتيني اذا بنقدر نجدد الخليه، في بعض الدراسات عم تبين انه مش بس بنثبتها على الجريد 1 بدل الجريد 1 او جريد 2 بدل جريد 2 او جريد 3 جريد 3، عم نوصل هلا مع الخلايا الجذعيه اللي بنعملها او مع البي ار بي وقت بنعمل حقن بقلب الركبه، اللي بي ار بي هي بلازما في بقلبه ريتش بالبلاكليتس، يعني البلاكات، وقت عم نحطه بقلب المفصل بناخده من الشخص الدم، بنشيل السيروم بنخليه يكون في بقلبه بلاكات بكثره، لانه بنعمل له سنتريفيجوز، بنعمل بنجرب نفصل الكريات الحمر عن البلازما، بنحقن له هالبلازما. هيدي البلاكات الموجودين والخلايا الموجوده بقلب هالسيروم عم بتخلي الكوندروسيت اللي هن خلايا الركبه يتجددوا من اول وجديد. وهلا هالطريقه داير في دراسه جديده هلا طالعه بين مستشفيات ليون وديجون بباريس، دراسه جديده على كل في لبناني
مشترك فيها هالدراسة، عن البي ار بي، عن بلازما ريتش بلاتلتس ريتش بلازما، بنحقنها بالركبة وعم بتجدد الخلايا. فاذا هون اذا عم نحكي عن حقن بدها تكون عم تتابع وتكون عم تنعيد هالحقن بهالوقت، يعني بهالسنه اللي مرقت رح تكون حافظت على المستوى كيف منزوع، بدل مثل ما هم بيزيد اكثر. هلا الشخص الاوبر اللي بنعمله نحن داخل الركبه اللي اذا كان هيالورونيك اسيد، او هلا جديد عندنا هيالورونيك اسيد مع كوندرويتين مع بعضهم، يعني هاي ماده جديده عم تعطي نتائج كثير منيحه، مفروض تنعاد كل سنه او كل 8 اشهر، حتى لو الشخص ما بشي، حتى ما عنده ولا وجع ولا ورم بركيبه، لانه بنعرف انه التكلس بيعطي اوجاع بركيب، بيضايق الشخص اذا عم بيطلع وينزل دراج، اذا قاعد مده طويله وتعج ركيبه، بيقدر يقوم من على بكره بحس انه مفصله قاسي، منه لين. فالاوبر اللي بنعطيه اياها بلين هالمفاصل، بشيل الاوجاع، بس في بروتوكول معين مفروض نتبعه ستريكت، يعني مش عملنا الإبري الله معك روح مول رياضة تمشى عم بدك، لأن بيروح دغري المادة بتختفي من الركبة. مفروض حط تلج مدة 3-4 أيام تنحافظ على البرودوي الإبري اللي حقني منها تبقى بقلب الركبة تتنفع. ممنوع يعمل رياضة وحيرك ركيبه قبل شهر، بعد شهر بيجي على حلقته الطبيعية. طيب التشخيص كيف إذا بيصير؟ بس خلال الصورة؟ خلال الصورة، إذا لأن في التكلس الركبي هو مرض تكلس، نجي نطلع بدنا نعرف اي درجه، اولى ثانيه ثالثه او رابعه، بنعمل الصور العاديه. عند بعض الاشخاص بنعمل صوره مغناطيسيه، يعني اذا بيجيني شخص عمره 60 سنه عملت له صوره عنده تكلس، ما في لزوم اطلب له صوره مغناطيسيه، بكون عم بدفع مصاري على الفاضي، ما لها معنى، الا اذا على الفحص بين انه عنده كيس من وراء، لان بعد في كيس بتطلع موصوله بالركبه بوستيريور ورا الركبه، تزعج كتير عند الأشخاص عنده تكلس درجة 3 أو 4. هالكيس لازم ننتبه، ما فينا نعمل حقنة، بتعمل حقنة من قدام بتفوت بالكيس من ورا، بتكون كأنه زتيناها للإبرة وما انتفعت. بهالكا بنقدر نعمل صورة مغناطيسية نتأكد أنه في كيس بوبليتي، كيس دو بيكر، بيكر سيست بنسميها، هالكيس الوراني إذا كان موجود، إذا موجود مفروض نبلش أول شيء نشيل الكيس، او بنعمل حقنه بالكيس تنشفه وبعدين بنعمل الاوبر، بعدين بنشغل عليه. او في شغله ثانيه كان اسمها اوستيونيكروز دو كونديل انترن، يعني بيموت العظم تبع الفيمور من ميلة جوا وجوات الركبه، بيبقى ميت عم بيموت عم بينشف ما عم بيوصل له الدم، بسميه اوستيونيكروز. وقت بكون عم بينتزع هيدا العظم عم تنتزع، مفروض نعمل دي ار ام نتاكد، لان هون الاوبر مفروض مش وحدة الأوبر، في علاجات بنعطيها زيادة بتتم زيادة على الأوبر حتى ما نخليه يتطور يصير في تكلس. بأي أعمار ممكن يبين تكلس الأمراض؟ ابتداء من عمر ال 35-40 سنة. إذا كان جينيا بلش ينتزع يصير عنده تكلس الشخص، إن كان بالعمود الفقري أو بركيبه، ببين بعمر بكير، أكثر شيء بالعمود الفقري بصير في تكلس بفقرات بالمفاصل تبع فقرات الظهر، بعمر بكير يعني 35 سنة ببين. بس ليش عم نقول إن كمان في شباب صغار وصبايا صغار عندهم؟ يعني بكون في يا كسر إجره، كسر ركبته، يا مروح اللي جاموا في تروما معينة، يعني تروما، إذا ما في رباط جمد الركبة عم تتحرك، الركبة عم تتحرك بشكل انه عم بحفوا العظم مع بعضه، بينزع الغضروف، الغضروف يلي هو المنيسك بيخزقه، وبعدين بصير في تكلس. طيب شو هي العوارض؟ يعني شو رح يحس لحتى يكون عم يفكر او جاب الركبة؟ اذا كان في تروماتيز وفي شوك بيعرف حاله انه انا راح رباط الصليبي، ما عملوا لي عملية، او المنيسك خزق عند الغضروف، والغضروف هو مثل الامورتيسور يلي بيحمي المفصل، بقول لهم انتبهوا المنيسك مش مفروض تعملوا عمليات وتشيلوه، مفروض نصلحه، مثل جلدة الحنفية او جلدة أنية الغاز، اذا مخزوقة وشلنا الجلدة ما انحلت القصة، بالعكس بصير في مشاكل مفروض نصلحها، وهيدا المنيسك مفروض نصلحه. هيدي الطريقة السهلة عم بشرح فيها الأمور، بس هون في عملية عم تنعمل، في جراحة، نادور بينعمل نادور تحت نظبط المينيسك عند الشاب، حتى بطريقة أنه ما يشيل المينيسك، إذا حف شلنا المينيسك وحف العظم على بعضه بده يعمل تكلس مستقبليا، هذا ناتج عن تروما، عن مشكلة بالمينيسك، منه مرض وراثي جيني يلي هو التكلس. هناخد اتصال دكتور جميل. ألو ألو أهلا موجود. أهلا تفضلي مدام. بدي اسال الحكيم، انا عندي وجع بركابي بس وقت تكون نازله نازله بشوف ايش بقلي، ايه
مدام هيدي بونجور اول شيء، هيدي المشكله بتكون مشكله اكيد مشكله صابوني، يعني ما بتديها الا بنزله الدراج وقتها بتركعي وقتها بتقرفسي وقتها بتكوني قاعده مده طويله طوي ركابك، هيدي اجمالا بتكون بالصابوني التكلس مبلش عندك، مفروض ننتبه ونعمل صور تنشوف اذا كنت بس بالصابوني المبتدئه بتتعالج. ما بتنزعج اذا مشيت، بتقدر تمشي قد ما بدك مش مزعوجه، لان وقتها بنمشي ما بنعوز كثير الصابوني، بين الفيمير والتيبيا بصير الوزن اكثر شيء، فمفروض تتعالج اذا بعدها مبتدئ نشوف اي جراد تتعالجها ونوقفها ونخليها تتطور اكثر من هيك. هيدا الموضوع اللي عم نحكي عنه يعني. اي فمشان هيك هلا ما بعرف قد ايه عمرك مدام، بس اهم شيء ما تعملي رياضه تطعج ركابك فيها، يعني البيسكليت ممنوع، ممنوع القرفص، ممنوع الركع، ممنوع نزلة الدراج، طلع بتسمح أكثر لأن ما بنستعمل ما نضغط على الصابوني مثل النزلة. إن شاء الله نكون جاوبنا على سؤالك مدام. فإذا هون إذا وصلنا للعملية بنكون ما بقى قادرين نصلح، يعني ما بنوصل للجراحة إلا لما بنكون نحط بروتيز، أو في جراحات ممكن تنعمل قبل؟ إذا في مثلا في خلقيا عند بعض الأشخاص ما عندهم مرض أرتروس بس عندهم ركيبهم جينيفاروم بنسميهم أركي. هالجينيفاروم نعرف إذا بنعمل دراسة بالمستقبل بده يحف العظم على بعض ومن ميلة جوا بصير عندهم وجع بركيب، لأن بأنه أركي هيك دونك بشد العظم على بعض ومن ميلة جوا بصير أبي كتير قوي بيعمل إيبر بريسيون بينتزم على الوقت. هون منيجي بقول في مشكلة أكس خلقي بنعمل عملية تنجلس العظمة، وقتها بكون الأكس تبعوله جالسين بنحميه من التكلس مستقبليا، هيدي ك سبيسيال غير ما عم نحكي عن مرض التكلس. اذا في مرض تكلس لو اجري شو بقولوا جلسين 100% وما عنده اي مشكله بده يعمل التكلس لو شو ما صار، اللي عنده هالمرض اللي دي ارتروزي، اللي عنده ريسك بانه يكون عنده مرض ارتروزي شو بريفنشن او شو كيف بيعمل وقايه لحاله؟ بده ينتبه بيشرب مي منيح، ما يعطش حاله لان العطش والديزيدراتاسيون بتقدر تعمل تكلس، ما يكون عايش بمناطق فيها رطوبه كثير، لان اذا كان بنعرف انه بلبنان مناطق سور وجنوب كثير عالي فيها التكلس اكثر من غيرها، بنعرف انه بلبنان في 17% من اللبنانيين عندهم مرض التكلس، هيدي معروفه، هيدا شيء في الوطني بنعرفه، دونك ما يعيش بمنطقه فيها رطوبه لانه بتزيد رطوبه بتزيد التكلس بتزيد انه ينتزع كارتيلاج، ما يضغط ما يقسى كثير على ركابه، يعمل رياضات خفيفه، يعني السباحه كثير منيحه لانك بتشتغل ضد البيزونتور بالمي، البيزونتور خفيفه كثير منيحه لحركه المفصل، عم بتحرك مفصلك من دون ما يكون في ضغط على البيزونتور حتى لو كان فيه مشكله، يعني إيه؟ بتضل السباحه هي مفيده اكيد لان بتقوي العضلات من دون ما تضغط على المفصل، سباحه كثير منيحه. فالبريفنسيون ما نضغط، ما نعمل بشكل انه نقسى على ركابنا، نبلش ناخذ ادويه قبل الوقت، في حبوب الكولاجين بنعطيهم لان ثبت الكولاجين انه بيقدر ينفع اكثر من غيره، كنا نستعمل جلوكوزامين وكوندرويتين قديما، هلا عم نتراجع شوي صغير، يعني بيعطي عنده مفعول للوجع اكثر منه مفعول ريجينيسونس بيرجع يخلي الخليه ترجع تجدد. الكولاجين بين انه اكثر بينفع بهالشيء بحبوب كولاجين، واول ما نشوف انه بلش التكلس مفروض بلش بالحقن بقلب الركبه، ان كان حقن كولاجين او حقن بي ار بي او حقن اسيد هيالورونيك مع كوندرويتين، هيدا جديد هلا اللي عم نعملهم، او الخليه الجذعيه. وبونت بارونتيز بخصوص الخليه الجذعيه، في كان في مؤتمر جديد في احد البروفيسورين عم يشتغل على الخليه الجذعيه، كان عم يتنبأ شيء واكثر من تنبؤ لان اكيدين صرنا منا نبوءه مثل ما بيقولوا، رح نوصل لوقت انه بطل في شيء مرض اسمه التكلس. اذا وصلنا للخليه الجذعيه كل شخص بنعرف انه عنده ركيبه عم ينتزعه، ناخذ من خليه عنده، من هالخلية بنشتغل عليها تعمل خلية جذعية، هيدول السيلو سوش نحن له هي بركبته بيرجع بعين ريجينيسونس، يعني بوصل لوقت بطل في جراحة للمفاصل إذا وصلنا للخلية الجذعية بلش نخفف من جراحي العظم وبطل في أرتروز إن شاء الله يا رب نصلى. على كل حال الخلية الجذعية يعني عاقدين عليها أمال كثير بكل أعضاء الجسم، أكيد أكيد خاصة بالدوندور بالأورجان، وقت إذا بنقدر نعمل قلب من خلية جذعية أو كبد أو رواية أو شو ما كان بتكون وصلنا حتى نقدر نغير حياة الإنسان. خلص وقتنا، بس معلش في سؤال من متصل إلى عمره 73 رنا،
عمر 73 إذا ممكن بروتيز للورك تكون خطرة للشخص؟ للورك؟ يعني حسب إذا في كسر بالورك وعم نعمل بروتيز إجمالا، مش إنه خطرة، العملية كتير سهلة وبتعطي نتيجة، بس بنعرف إنه كل كسر ناتج عن تركك عظام انكسر لوحده وعملوا له بروتيز لا أحد الأسباب ما بنعرف ليش، في نسبة إنه أشياء اشتراكات وأشياء خطرة تحدث بخلال السنة بدها تمشي بعد العملية تبقى عالية كتير تصل للأربعين بالمية. إذا كانت عنده تكلس بمفصل الوركو وبهالتكلس عنده إيه جريد 1، 2 أو 3 إجمالا بجرب ما أعمل بروتيز، بعمل حقن بقلب المفصل، وحقن بنعملها أكيد مش بالعيادة، بنعملها بمركز أشعة سوسكوبي على التلفزيون تنأكد أنه فتنا جوات المفصل، حطينا هالدواء حتى ما ينتزع المفصل. إذا كان جريد يعني منزوع المفصل كليا، العظم عم بحف على بعضه، بطل في كارتيلاج، ايه بنعمل بروتيز، وايه باذن الله البروتيز اجمالا 99% بتعطي نتيجه منيحه. سؤال اخير كمان من متصل، هل الوزن الزايد بياثر على الركب وبخلي انه يصير في تكلس؟ شو بدي جاوبك؟ لا نحن ما لازم نعملهم يعني اون كولبابيليز، يعني من شو بعرف بنخلي بنذنبهم انه ليش ناصحه هيك منزوعين ركابك عم تنزع ركاب، مش مزبوط هيدا شيء كذب، عم تكذب على المريض، بيلعب دور انجا 30% الوزن، بس في شيء انه ارتروز هو بلس اوبيزيتي، داخل بمرض الاوبيزيتي، يعني اللي عنده ارتروز هو داخل بمرض الاوبيزيتي، عنده اوبيزيتي يعني لو شو ما عمل ما بيضعف. نعم داخل دون لو كاد دو لا مالادي مثل ما بقولوا، ضمن المرض كله سوا. دكتور بيار جميل شكرا لوجودك معنا ولهال يعني الطاقه الايجابيه اللي اعطيتنا اياها اليوم، وكمان لهالامال المعقوده على اكثر من علاج بهالاطار، شكرا لك لوجودك معنا. مشاهدينا وقف هلا بنرجع نكون مع ستارز، خليكم معنا.